اول ما قرأ الورق بتاع الرأفة، عمليه رأفت الهجان يعني، فجي قال لي على فكره احنا مش رجاله. فانا استغربت جدا من الجمله يعني، فقال لي لا ده في ناس ضحت بعمرها كله عشان البلد دي. الحقيقه هو طبعا كان يعني مثير لدرجه ان انا كنت قاعد ابكي وانا بقرا، وحسيت ان قدام هو لانه ضابط مخابرات فكان بيداري كل الحاجات الامنيه، ما قالش حاجه امنيه ابدا، بس انا كنت فاهم ورا ده ايه. فالحقيقه حسيت ان قدام كنز يعني مش عادي. لما قلت لصديقي الضابط ده ان انا ده ممكن ان انا اكتب رافت الهجان، قال لابد ان انا التقي بعزيز الجبالي. والتقيت بعزيز الجبالي، يعني التقيت بعزيز الجبالي في حد ذاته كان حدوته غريبه جدا، لان عزيز الجبالي راجل ضابط مخابرات ومساله بالنسبه له واخده شكل صارم جدا، وانا هعمل ايه؟ ورفض بالنسبه له زي ابنه، عاش معاه 20 سنه بيشوفه بياكل وبيشرب وبين مش بيشوف يعني وراه، يعني خايف عليه بيحرص عليه، اخباره ايه؟ عمل ايه؟ راح فين؟ جه منين؟ وبعدين انا هاخده منه، بدل ما يبقى اسمه رأفت عزيز الجبالي هيبقى اسمه رأفت صالح مرسى. كانت معركه الحقيقه صعبه جدا، وبدات اكتب من اللحظه دي. بدون شك اي حد فينا عنده حته وطنيه جوه قلبه كده يعني مقفول عليها، بتطلع وتظهر امتى؟ او احساسك بيبقى طاغي ليها امتى؟ لما بتلاقي عمل يصحصح مشاعرك دي.